أخبار المهرية باختصار: مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في طريق يربط الجوفة بمحافظة مأرب. الحادثة وقعت عندما فجر لغم مضاد للعربات بسيارة عابرة في الطريق الصحراوي. 5 قتلى وعشرات الإصابات نتيجة الرصاص المرتد من احتفالات فوز المنتخب اليمني للناشئين. مستشفيات صنعاء وعدن وتعز وشبوة استقبلت الإصابات وبعضها حالتها خطيرة. ميليشيا الانتقالية تنشر عناصرها بشكل مكثف في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن. شهود عيان أشاروا إلى أن الانتشار شمل مديريات الشيخ عثمان ودار سعد وكريتر والمنصورة. المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي يطلب التعاقد مجانا مع أحد لاعبي بايرن ميونخ. تقرير أسباني لفت إلى أن أنشيلوتي يسعى للحصول على خدمات الفرنسي كورينتون توليسو. شركة آبل تطلق تطبيقا جديدا على هواتف أندرويد الذكية مصمما لحماية خصوصيتهم. التطبيق يساعد المستخدمين على تعقب أجهزة إرتاج القريبة والتابعة لشركة آبل. إلى اللقاء باختصار آخر.